العرض بتاعك او الاشكاليه عندك على يعني تاثير الزي في هذه الفتره التاريخيه من حيث شكل المراه وتطورها. خلاص، فهل يعني طبعا احنا هنا في فتره يعني اللي هي كان من يعني فتره تاريخيه اللي هي فتره العصر بتاع الملك، فهل طبعا كان الفتره دي كلها في تاثرات بالخارج بالاخر، ففين الهويه المصريه؟ هل التاثير فقط من الاخر كان يعني بينعكس على شكل الزي المرأة فقط، ولا يعني التغير كان في الشكل وليس في المضمون؟ يعني احنا شايفين المرأة من خلال الأزياء اللي انت بينتيها بشكل جميل وواضح كلها أشكال عصرية جميلة، إلا في بعض الأحيان الهوية المصرية بتبان عند المرأة الفلاحة أو المرأة الشغالة البسيطة زي في دعاء كروان قبل كده. طيب، لكن هذا يعني في نمطين، في النمط اللي هو المصري المكافح البنت الشغالة الغلبانة، وفي بينعكس ازاي بقى على المرأة الأخرى المصرية اللي هي المتطورة اللي هي بتواكب الغرب في شكل ازاي والتطور، بس تطور خارجي من حيث الأزياء ومن حيث الشكل. لكن المضمون يعني مش متغير، هو المضمون من خلال الأفلام اللي انت عرضتيها بيناقش قضايا بتمر بيها المرأة، فكان ممكن يعني يبقى في ممكن هنا يعني نعمل تساؤل أين يعني أو كيف تغيرت المرأة في هذه الحقبة التاريخية بالرغم من تغير المرأة من حيث الشكل، ولكن هل المضمون أيضا تغير؟ وهل إيه هي القضايا يعني اللي ناقشها هذه اللي ناقشتها هذه الأفلام وبينت تغير المرأة؟ فيعني أنا كنت أحب إن أنا يعني إيه في الخاتمة عندك يبان الحتة دي بوضوح، جميلة. أو يجوز الوقت يعني لم يتسنى ليكي إن أنت تعرضيها لنا بشكل واضح، بس هي كانت ممكن يعني أنا حسيت إن ده خط كنت أنت ماشية فيه من البداية، وكان لو في وقت كنت تختمي بيك أو تربطي ما بين الجزء الشكل وما بين المضمون في عرض هذه القضية من حيث تطور المرأة اللي بينتها السينما في الحقبة التاريخية اللي انت اخترتيها من خلال الأفلام اللي انت عرضتيها، كان يبقى جميل جدا ان احنا نشوف بس التربيط ده ونشوف ازاي ممكن نناقش الإشكالية دي من خلال الأفلام اللي انت اخترتيها في الحقبة التاريخية المذكورة. فهل يعني انا ده اللي انا حسيته من خلال العرض اللي انت عرضتيه؟ يجوز انت كان عندك رؤية تانية، بس ده يعني دايما الواحد المتلقي لما بيتعرض عليه أشياء هو برضو بيتفاعل معاها وبيتصور أشياء أخرى، فأنا ما أعرفش اللي أنا قرأته من خلال هذا العرض الشيق هل هو نفس القراءة اللي أنت كنت عايزة تقوليها ولا هي قراءة مختلفة؟ شكراً. هو الحقيقة إنه تأسيس النساء لشركات الإنتاج السينمائي كان نوع من التغير للمرأة في المجتمع، الصوت بعيد وتطور بس شوية، ممكن حضرتك تقربي الصوت شوية للمايك عشان الصوت مش واضح أوي. كده أوضح؟ آه أوضح كده؟ يعني استمع. أنا بقول إنه تأسيس النساء لشركات السينما والإنتاج كان نوع من التغير في حياة وتاريخ المرأة المصرية، وإنه ده كان بتأثير من الثقافة العالمية، لكن كمان في الوقت ده كان الفكر والطابع المصري سائد
ولازم نحدد المفاهيم انه المصريين مش بس هم اللي بيلبسوا جلاليب، ولا اللي هم طبقات فقيرة، او انه الاخرين هم من اجانب. لا، المجتمع في الوقت ده، المجتمع المصري كان مجتمع عنده تشكيل بيتقال عليه تشكيل كوزموبوليتان، والتشكيل ده صبغ كتير من اللي وصلوا مصر بنوع من الثقافة المشتركة، وإحنا ما كناش مختلفين في الوقت ده عن العالم الأخرى. لأنه لما قريت على إنه إنتاج السينما في أمريكا حصل فيه نفس الموقف، إنه جذب ناس كتير جدا من البلاد الأوروبية، وكان فيه تنوع، فإحنا كمان كان عندنا نفس التنوع. وكمان في حاجة مهمة قوي إحنا لما بندرسها بنتكلم على كشف الحجاب، لو قرينا يعني إنتاج النساء الفكري بنلاقيهم بيتكلموا على إنه الفلاحات المصريات ما كانوش بيشتغلوا بحجاب، وما كانوش بيتعاملوا بفكرة إنه وجههم متغطي. ده من القرن 19 و18 والعشرين، وانه كان فكرة الكشف والخروج للمجال العام ده كانت خاصة اكتر بالطبقة العليا اللي كانت محبوبة في الحريم. فمن ناحية التغير احنا التغير بيبان بسمات مختلفة، فاللي انا قلته كله نوع من انواع التغير. واتمنى ان انا يعني ابقى وضحت، انا ممكن ابقى غامضه يعني ساعات. شكرا لك. لا شكرا لحضرتك. لا ابدا، وما فيش غموض، هو انا بس يعني كنت اتمنى ان كان يتسنى ليكي الوقت ان انت تعملي لنا خاتمه فيها خلاصه للقراءه بتاعتك من خلال هذا العرض، يعني انت تعبتي فيه قوي. طبعا عرض الباوربوينت والافلام للاسف يعني كان في عطل فني شويه في الصوت، ولكن ده لا يعني يمنع ابدا ان في مجهود جامد من حضرتك. فكان ممكن بس يعني الوقت ما سعفش ان انت تربطي لنا خلاصه الموضوع في خاتمه، كانت هتدي طبعا يعني تسري الافكار اللي حضرتك حطيتيها في العرض الشيق ده. ان شاء الله يعني، وكل ده البحث في طور التجريب يعني. اقدر اسال سؤال بعد اذنكم؟ تفضلي دكتور منى. اولا بحيي الهوستس الكريمه جدا، وبحيي الباحثه، ويعني شوف احنا خرجنا ودخلنا في الزوم اكتر من مره وما زهقناش، يعني واضح كمان انها يعني ما شاء الله متمكنه من الموضوع ولسه عندها تديفة. انا بشكرها جدا وبحييها. انا كنت بفكر طول الوقت واحنا بنسمعها، يعني احنا عارفين ان البدايات برضو مع ميري كويني واسيا، بفكر طب الوضع دلوقتي ايه؟ يعني هل حصل جاب كده، فجوه كده وقع فيه التواجد النسائي الكبير ده في صناعه السينما العربيه والمصريه، ولا نقدر نلاقي امتداد؟ انا عارفه ان ده اصبح خارج حدود البحث زمنيا حتى على الاقل، لكن مجرد اشاره لو هي عارفه يعني. يعني الواحد لما يحب يقرا دلوقتي عن الفيلم ميكرز، الفيميل فيلم ميكرز، هيلاقيهم ايه؟ مخرجات ولا كاتبات سيناريو ولا مصريات ولا عربيات؟ ده مجرد تساؤل عام جدا جدا. وبكرر شكري وبكرر اعجابي بالندوه، ومن اول مره بحضر، لكن ان شاء الله مش هتكون الاخير. شكرا. شكرا لحضرتك. بس اعتقد فعلا انه النساء بتعمل انتاج للسينما دلوقتي، صحيح مش زي بدايه السينما، لكن في نوع من الصحوه مره اخرى للانتاج النسائي، وكمان في نوع من الوعي بحيث انه يعبروا عن افكار وحياه المراه في حياتها اليوميه طبيعة مجتمعها.
تمام، شكرا لحضرتك. طيب انا عندي تعقيب برضو يا عبير. طبعا انا بحييكي على الكواليتي بتاعت البرزنتيشن بغض النظر عن الصوت. انت عملتي برزنتيشن بصريا يعني حلو، واختيار بعض الصور النادره زي صوره السينما وفكره الحضور النسائي، يعني كل دي حاجات الحقيقه الواحد كان يعني بيشوفها بدهشه وباستمتاع. انا بتفق مع دكتوره نادين في ان كان في بعض الحاجات اللي محتاجه تتربط ببعضها، زي فكره فعلا المستويين اللي انت قلتي عليهم. يعني انا المستوى الشكلي المرتبط بالزي والمستوى المرتبط بالفعل النسائي، اعتقد ان الاثنين دول اكيد في بينهم علاقات، فمحتاجه العلاقات دي انها تظهر بشكل اكتر من كده، وكأن يعني ما يبقوش مستويين منفصلين. الحاجه الثانيه ان وانت بتعرضي برضو للاشكال الازياء، شفنا الزي اللي هو الغربي والزي التقليدي، فكأن برضو احنا كن يعني قدام فريقين. اذا كنا احنا ممكن نتتبع ما تمثله المراه يعني العصريه ما بين علامات تنصيص من خلال الفعل السينمائي اللي قامت به بالفعل ماري كويني واسيا، الا انه الجانب الاخر يعني الزي التقليدي كما يظهر في هذه الافلام ما بقيناش يعني، وكانها نقطه معلقه شويه مش عارفه ما توظفتش. فاعتقد انه لو مش هتتوظف يبقى لا تذكر، لكن طالما ذكرت يبقى احنا محتاجين نفهم طب وظيفتها ايه، او تم استكمال المستوى ده بايه. حاجه كمان عجبتني الحقيقه، وهي عاده يعني لما الناس بتشتغل على السينما والتاريخ بيلجأوا الى منظور الانعكاسي، يعني السينما تمثل الواقع، تعيد تعكس المجتمع وكلام من ده. احنا شفنا النهارده العكس، احنا شفنا النهارده انه انت بتعتمدي على السينما كانها بتخلق نماذج بيحاكيها الواقع، يعني المعادله بتتقلب. السينما بتخلق قيم، مثلا نموذج جمالي جسم المراه المثالي المفروض يبقى شكله عامل ازاي، فبالتالي تبتدي المشاهدات ويبتدي النموذج الجمالي ده يبقى سائد في المجتمع، ينتقل من الشاشة إلى الأرض. فده عكس أو يعني انقلاب للمعادلة السائدة في العادة في قراءة الفيلم السينمائي. حقيقة ده حبيته قوي، وحبيت كمان فكرة التوحد اللي عملتيه ما بين هوية الممثل، يعني واحدة زي فاتن حمامة مثلا اللي هي لها جماهيرية كبيرة جدا تسمح لها إنها تخوض في قضايا ممكن لو ممثلة تانية عملتها لا تقبل. فأنت هنا عملتي نوع من أنواع الربط ما بين الهوية المزدوجة دي للممثل، هويته كإنسان بنلاقيه من فيلم للتاني وبيرتبط بأدوار معينة يتعلق بها الجمهور، والقضايا التي يتعرض لها والمقصود بها خلق تغيير في المجتمع. فده أيضا مدخل أنا لقيته مثير ويعني مش كتير بيتم التعرض له. بيتهيألي بس ده اللي أنا كنت عايزة أقوله يعني اللي فاكراه دلوقتي. أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي يعني على الموضوع. انا احاول يعني اعمل الحاجات الناقصه فعلا، لانه ده في طور التجريب وزي ما حضرتك قلت يعني، وانا بتعلم لسه في الموضوع يعني، واسفه مره تانية على الاصوات اللي كانت مش مظبوطه يعني. لا عادي، احنا التكنولوجيا كلها مقالب يعني عادي. هل ممكن اسال انا كمان لو في وقت ولا خلاص؟ اتفضلي يا دكتوره مها. اتفضلي. اولا بشكر الدكتور عبير وبشكر كل المتحدثين اللي علقوا، الحقيقه انا موافقه تماما في كل اللي اتقال.
وبشكرك يا دكتور عبير على أولاً أنك أنت يعني جبت لنا صور غير معتادة، عشان احنا عادة لما نتكلم على الفترة بتاع 30 و40 دايماً يجيبوا لنا السيدات اللي هي شكلها أجنبي، وبينسوا تماماً أن في جزء اللي هو الأغلب بتاع الست المصري. أنا الحقيقة عندي سؤال دايما بيحيرني، يمكن تردي عليه، ان امتى اختفت الملايه لف؟ الملايه لف اللي احنا بنشوفها طبعا في الافلام القديمه، في اللوح بتاعت مثلا بنات بحري وهكذا، ويمكن تبقي عندك تفسير لاختفائها. يمكن كنت انا كمان منتظره يبقى في يعني شكل من أشكال المقارنة بين القاهرة واسكندرية بمن هما مدينتين كوسموبوليت، طبعا كوسموبوليتية، بس في نفس الوقت أعتقد أن في اختلاف بينهم. فهل ده باين في المادة اللي حضرتك استخدمتيها؟ يمكن كمان يعني عايزة بس أوضح حاجة، إن طبعاً دكتور محمد عفيفي اشتغل أول من اشتغل عن السينما في قسم التاريخ، وده طبعاً رائد، إحنا مقدرش يعني ننفي ده، إنما طبعاً كان فيه في قسم فرنساوي من أوائل الناس اللي اشتغلت عن السينما وبالسينما، دكتورة ليلى عنان الله يرحمها، ومن بعدها طبعا تلاميذها. فأحيانا يمكن احنا بنبقى كل واحد فينا مقفول على تخصصه، وبنبقى يمكن ما عندناش يعني معلومات كافية بتخلينا أحيانا ما بنشوفش الصورة بشكل أكبر. يعني كل اللي حضرتك عملتيه الحقيقة يعني شغل ساري جدا، كان محتاج شوية توضيب، الوقت طبعا برضو ما أسعفكيش، بس في النهاية أعتقد إن هو هيطلع منه شغل حلو قوي قوي قوي، ومتوقع إن شاء الله الرسالة تبقى قوية جدا، ربنا يوفقك. الحقيقة أنا بشكر حضرتك، وأنا اتكلمت على يعني فأول سؤال اختفت الملاية اللف امتى، هي كانت بتصل لغاية الخمسينات واضحة جدا في صور، لكن من الستينات تقريبا اختفت، يمكن أواخر الخمسينات أعتقد، في الوقت اللي اختفى فيه الطربوش، وقت أنه الطبقة الوسطى بدأت تكبر كمان في الستينات نتيجة لدخول التعليم وزيادة المتعلمين وتعيين كتير من الناس في الوظائف، فأعتقد أنه مع تضخم الطبقة الوسطى الملاية اللف بدأت تقل خالص ولغاية لما اندثرت. السؤال الثاني أنا ما سمعتوش بوضوح، لكن أعتقد حضرتك كنت بتسألي على الفرق بين القاهرة والإسكندرية. الإسكندرية كانت ميناء، كانت أكثر تحرراً، النظام البلدي أو الإداري في الإسكندرية تطور قبل القاهرة، والإسكندرية برغم أنها كانت في العصر الملكي بتقال عليها العاصمة الثانية، إلا أنها في أوقات مختلفة كانت تعتبر العاصمة الأولى، لأنه كان يعني كتير من الحكام فضلوا الإقامة الدائمة أو معظم الوقت فيها، كمان كانت التنوع بتاع الجاليات فيها أكبر. القاهرة كانت كبيرة وفي مناطق فيها كان فيها نفس التنوع بتاع الإسكندرية، بس كانت أحياء زي مثلا منطقة حي شبرا، فالشكل بتاع الإسكندرية في نموها وتطورها والتنوع بتاعها
والكارثه اللي حصلت بعد كم بعد خروج انا مش بحب اقول عليهم اجانب يعني، انه مصر في منهم كانوا مصر يعني الجيل الثالث اللي موجود في مصر، يعني ما ينفعش نقول على حد جيل ثالث وجيل رابع انه اجنبي يعني، لكن كانوا بيكونوا الطبقه الوسطى، ولما انسحبوا من الطبقه الوسطى فحصل انهيار للمدينه والمجتمعها، لانه جزء كبير من التنوع بتاعها اختفى وفجأة. وبالإضافة لأنه كمان شكل الاقتصاد اتغير، الاقتصاد الحر اللي كان في العصر الملكي اللي كانت قايمة عليه المدينة وتجارتها ويعني الأفق بتاعها، تحول لاقتصاد مقفول ومش معتمد على المينا، وبقى ليه شكل مختلف، وده كله أثر في طبيعة المدينة وحياتها ومجتمعها والناس. أنا عارفة أنا كنت بتكلم على الدكتور محمد عفيفي على إنه رائد في مصر، أنا عارفة إنه يعني في آخرين في العالم يعني، سامحيني إذا كنت فهمتي حاجة يعني، أو إن أنا ما عرفتش أوصل فكرتي يعني، دايما أنا مش بعرف أوصل فكرتي في أوقات كتير يعني. لا وصلتي والله وصلتي، شكرا لك. احنا اللي بنشكرك يا دكتور عبير. دكتور لاما تفضلي. اول شيء بدي اشكر الاستاذ عبير لانه انا استمتعت جدا بالماده اللي قدمتها، ولو هي تعتبر مدخل لبحث. الحقيقه لما بعت الايميل كان مكتوب العنوان علاقه السينما بالتاريخ، لكن الحقيقه اللي انا شفته هو علاقة سينما المرأة بالتاريخ وآسيا وماري كوين نموذج. ما بعرف إذا يعني هذا العنوان يمكن أنسب. حتى علاقتهم بالتاريخ يعني في معلومة كتير مهمة عن يعني عن آسيا كشركة إنتاج وصاحب تأنو، هي كانت من يعني رائدة وفريدة عصرة، لأنه حتى هي سبقت السينما الفرنسية والسينما الأمريكية. وأنا الحقيقة أول مرة اليوم يعني، وهذا ما يعني ما بستحي منه، إنه أول مرة بعرف إنه هي دخلت حتى من 1929 من الأفلام الصامتة. فالقصد إنه هي لو بتركز شوي الخط اللي عم تشتغل فيه بالبحث، يعني العنوان أكبر مما قدم اليوم. هي ملاحظتي وشكرا كتير إلها. يمكن أنا المسؤولة عن العنوان اللي حضرتك بتتكلمي عنه، لأن ده كان مش العنوان على قد ما هو الموضوع، إنما العنوان كان في الإعلان زي ما قدمته عبير اللي هو بيربط السينما بالنساء، مش متذكرة دلوقتي، فلكن لو حصل الخلط ده فأنا المسؤولة عنه يعني، فبعتذر. تمام. كان العنوان كان السينما كمصدر لتاريخ النساء، واخترت فترة الثلاثينات والأربعينات، وحددت ماري كويني وآسيا كشخصية. تمام. أنا ممكن تفضل يا دكتور محمد. طيب أنا بس عايز عشان أتذكر اسم يعني الله يرحمها يعني أستاذتنا كلها لينا عنان. لينا عنان دي طبعا دي أستاذتنا، يا دكتورة مها دي أنا كنت مدرس مساعد، وليلى عنان يعني تقول وتصور في الثقافة المصرية، فطبعا ليلى عنان دي قصة يعني. احنا دخلنا معها معركة الحملة الفرنسية و200 سنة على الحملة الفرنسية. ايوه انا فاكرة طبعا. فليلى عنان دي قصة، ودي دي ده تجيل لأستاذي الدكتور رؤوف عباس، فطبعا دي قصة تانية. لكن اللي عبير تقصده هو اقرب للكتاب اللي هي الترجم اخيرا مارك فيغو عن السينما ازاي المؤرخ يدخل بمدخل تاريخي، وده اللي حاولته عبير في الحقيقه النهارده. وبجد انا مبسوط، اولا مبسوط ان الدكتوره سلمى ادت لعبير الفرصه ده بجد يعني، انتوا ما تعرفوش ان انتوا يعني ادتوني امل، وانا كنت في حاله احباط بقالي فتره كده، بس لما الاستاذ يلاقي تلامذته بيقولوا حاجة وهيبقوا أحسن منه بيفرح. فإن يعني دكتورة سلمى وإنتوا فرحتوني
بان يعني لسه في امل في البلد دي وان الحياه مستمره وكده. فانا سعيد بجد ان سلمى ادت فرصه لعبير واحساس الاستاذ ان تلامذته هيبقوا احسن منه. يعني مروه ان شاء الله عبير ومروه وجمال ومصطفى هيبقوا كويسين ان شاء الله. دول تلامذتي يعني. الحاجه الثانيه كانت في ملاحظه مهمه ما اعرفش اتقالت من مين، الملاحظات كتيره حوالين صوره المراه. هل احنا بنتكلم عن المراه اللي واخده لبس غربي وزي غربي وحياه غربيه ولا لا؟ وفين المراه المصريه بالمفهوم نحن؟ السينما طبعا ده سؤال مهم جدا، بس هي عبير كانت بتتكلم عن الثلاثينات والاربعينات. السينما دور السينما في الوقت ده كانت في المدن الكبرى، والفيلم بيتقدم لمين؟ مين الجمهور بتاعه؟ يعني احنا بننسى ان السينما بيزنس. الجمهور كان الطبقه الوسطى في الوقت ده، فبالتالي عشان كده اكثر نماذج المراه هتبقى الطبقه الوسطى. بعد كده لما السينما يبقى فيه الترس والدرجه الثالثه هيتغير ويدخل شكوك وفتشاوي ويدخل بقى هدى سلطان ويدخل نماذج تانية وكده. فالتلاتينات والاربعينات هي امرأة الطبقة الوسطى بامتياز، لان الملاحظة المهمة اللي قالتها اتصور الدكتورة سلمى، السينما بتغير المجتمع ولا بتعكس صورة المجتمع؟ ده جدل كبير جدا في الفيلم ستادس كله حوالين الحكاية دي. عند المؤرخين السينما عامل مؤثر ومتأثر، يعني هي عامل مؤثر ومتأثر، بتأثر وبتتأثر في المجتمع. في عامل تبادل، أنا بعمل فيلم بيزنس، إذا ما مشيش مع المجتمع مش هيبيع، لكن كمان في هامش المجتمع عايزه في التغيير. هنا المدخل التاريخي يلعب يعني. وهنا في الحقيقة المدرسة الفرنسية اشتغلت على الحكاية دي كتير قوي في المسألة دي. فالسينما طبعا مش بالضرورة بتعكس المجتمع، لكن كمان بتعكس أحلام المجتمع وتغيير المجتمع يبقى إزاي. ففي عامل مؤثر ومتأثر. على أي الأحوال ده مدخل كبير جدا. طبعا لما تقرأ ملاحظتها والتعقيب سلمى، يعني سلمى بتدافع عن ديره، لا انا اللي اخترت العنوان والمدخل ده عجبني جدا. يعني لما فعلا ملاحظتها صح وسلمى وتعقيبها صح. عبير بتحاول تعمل شغل كويس، وانا يعني مبسوط ان هي مع سلمى ومطمن جدا انها ان شاء الله تفضل مع سلمى وتستفيد من سلمى. بس انا مبسوط جدا من النهارده في الحقيقه، حسيت ان مصر لسه بخير. بس خلاص شكرا. ده واحد من اهداف امون برضه. كده امون حققت هدفها بجد. بشكرك جدا يا دكتور محمد على تعقيبك طبعا، وبستحضر الحقيقه دلوقتي يعني روح دكتوره ليلى عنان. طبعا ما فيش شك ان احنا ما يعني عرفنا فكره السينما دي في اقسام الادب بفضلها يعني. وملاحظه الدكتوره مها او سؤالها على موضوع الملايه اللف، انا مش عارفه جه في بالي، واظن ان ده ممكن يبقى واحد من اخر الافلام اللي ظهرت يوم الملايه اللف مش على الاقل بشكل بيستوقف المشاهد فيلم السفيره عزيزه. لان في فيلم السفيره عزيزه سعاد حسني لما كانت بتلبس الملايه اللف وبتخرج يعني من بيتها وبتركب الاوتوبيس العام، كانت تقريبا هي الوحيده اللي كانت لابساها. وانا ببص دلوقتي يعني واحنا بنتكلم كده على تاريخه لقيته 1961. طب احتمال يكون الفيلم ده واحد من اخر الافلام اللي ظهرت فيها الملايه اللف، وكانت مرتبطه برضو ب يعني بهذه الشخصيه اللي مقفول عليها، اللي اخوها مسيطر عليها، اللي عنده يعني قيم محافظه جدا وفي نفس الوقت هو مجرم. فيعني تطور لبس الملايه اللف وارتباطه بنمط الشخصيه ده ممكن برضو يعني
طريق ممكن يوصلنا نتائج لطيفة. ميرسي يا فندم، ميرسي خالص. طيب هل في اي اسئله ثانيه؟ انا بس اشكر استاذي ان هو حس ان انا كويسه يعني، فيعني مش عارف اشكر ازاي. ايه استاذي انت تعجزيني ولا ايه؟ في تصفي وبشكر الجميع طبعا انه عجبهم الموضوع، انا كنت خايفه ان انا لخبطاه يعني شكرا لكم كلكم. شكرا لك يا عبير، واحنا يعني في احنا هنا في حاضنه لتستقبل اللخبطه، ما فيش مشكله، لانه لما بيكون في عناصر كده واعده زيك وجاده وبتبذل مجهود يعني مخلص، فاحنا بيسعدنا اولا ان احنا نستمتع بعرضها ونستفيد منه، وفي نفس الوقت برضو نفيدها بالنقاش والحوار لغايه ما الشغل يعني يتطور. بشكركم جدا جدا على انكم تابعتونا يعني او تابعنا مع بعض في هذه الحلقه المتقطعه بسبب زوم، لكن معلش يعني هو برضو بيدينا امكانيات، وسعيده جدا بوجود كل الزملاء معنا سواء من مصر او من خارج مصر، وان شاء الله هيبقى عندنا لقاء تاني يعني بعد اسبوعين تقريبا على قد ما انا متذكره. هنخرج شوية من حتة السينما وهتكلمنا سمر فاروق عن الموسيقى والأدب، فيعني أتمنى أن هذا الموضوع أيضاً يثير يعني اهتمامكم، وأنكم تكونوا موجودين ونسمع سمر مع بعض. دكتورة بشكر حضرتك جداً، وعايزة أعرف إيه الوسيلة اللي نعرف بيها مواعيد الندوات، يعني النهاردة عرفتها بالصدفة البحتة من على الفيسبوك بتاع دكتورة لميس النقاش. طب حضرتك يعني اكتبي لي على الشات الإيميل بتاعك، وإحنا تمام. عندنا بيج على فيسبوك اسمها شبكة أمون الباحثين، دي بنحط عليها كل يعني حلوة الفعاليات بتاعتنا. اكتب لحضرتك حالا. تمام. اكتب لحضرتك حلو. شكرا جزيلا. شكرا بك. لا لا شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا. شكرا دكتوره سلمى، يعني مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا لاستاذي دكتور محمد عبيد. شكرا لك يعني. شكرا للجميع. انا باخد العنوان اهو. سلمى مبارك لسه عندها امل في المستقبل كبير قوي، يعني لما بشوفها كده وهي جد كده بفتكرها من كام سنه، من سنوات كتير، اول مره ما شفتها كان في اكس بروفانس، يعني نفس ايوه فاكر التعبيرات والاحساس بان في مستقبل، يعني بجد والله بتدينا امل، بتدينا امل. اه اصل يعني طب هنعمل ايه الحل التاني؟ مفيش بديل. عابره للازمان يعني، نفس النظره كده وانت بتدققي وتاخدي العنوان وبتاع مش عارف، يعني هي دي سلمى مش عارف سنه كام في اكس وبتاع، اللي هي كل حاجه عندها. يا رب ان شاء الله مصر بخير ان شاء الله، وانا يعني متفائل، انا متفائل متشائم ان شاء الله ان شاء الله. ايميل حبيبي انا متشائم، وانا مع ايميل حبيبي كلنا معايا. جميل. يلا تصبحوا على خير جميعا والى اللقاء.